مرحبا بكم مجددا متتبعي قناه تعلم واستفد في في هذا الفيديو سنشتغل على تمارين الصفحه 70 دائما من درس الاعداد الكسريه مقارنه وترتيب اذا ليكزيرسيس نيميرو 2 دونك جو كومبار لي دو فراكسيون كي ريبريزونت لي بارتي كولوري دون شاك كا دونك جو كومبار سا أقارن لي العددين الكسريين الممثلين في هذه الاجزاء اللي عندنا في هذه الاجزاء الملونه هنا في كل حاله اذا نبدا بالحاله الاولى لاحظوا الحاله الاولى عندنا هذا الشريط اذا العدد الكلي للاجزاء في هذا الشريط غنديروه في المقام إذا سنحسب الأجزاء اللي عندنا في الشريط الأول العدد الكلي للأجزاء عندنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذا سنكتبها في المقام ثم عدد الأجزاء الملونة واحد اثنان ثلاثة أربعة دونك كاتخ سور إي لا كولوغي ديال لا دوزيام كا عندنا هنايا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة دونك سيس الى بارتي كولوري سي 1 2 3 4 5 دونك عندنا 4 سوغ 6 اي 5 سوغ 6 دونك عندنا المقام عندنا 6 6 والبسط عندنا هنا 5 وعندنا هنا 4 دونك 5 اكبر من 4 او آه, نعم اذا 5 على 6 اكبر من 4 على 6 وحتى لا شفنا نظريا هنا راه تيبان لنا هذا الجزء هذا الملون اكبر من هذا الجزء هذا ثم هنا اذا هنا عندنا العدد الكلي للاجزاء 1 2 3 4 5 اذا غنكتبوها في المقام ولا بارتي كولوري إن 1 2 ثم في هذا الشريط الثاني 1 2 3 4 5 اذا غنكتبوها في المقام ولا بارتي كولوري سي 2 دونك 5 5 في المقام دو دو في البسط دونك هادو متساويين ثم هنا اذا نحسب العدد الكلي للاجزاء واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية اذا غنكتبوها هنايا في المقام ثم عدد الاجزاء الملونة واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة غنكتبوها في البسط ثم هنا ايضا عدد الاجزاء الملونة ثمانية او عفوا عدد العدد الكلي للاجزاء العدد الكلي للاجزاء 8 وعدد الاجزاء الملونه 2 3 4 اذا 5 اكبر من 4 وحتى نظريا راه كيبان لنا 5 ديال الاجزاء اكبر من هاد 4 ديال الاجزاء ثم هنا اذا عندنا 1 2 3 4 هو العدد الكلي للاجزاء وعدد الاجزاء الملونه ايضا 1 2 3 4 غنكتبوها في البسط ثم في الشريط الثاني العدد الكلي للاجزاء واحد اثنان ثلاثه اربعه أن كتبوها في المقام وعدد الاجزاء الملونه اربعه ايضا اذا اربعه على اربعه تساوي اربعه على اربعه وتهنيه راهم متقادين والحاله الاخيره عندنا هنايا العدد الكلي للاجزاء واحد اثنان ثلاثه اربعه أن كتبوها في المقام وعدد الاجزاء الملونه عندنا واحد اثنان ثم هنا عدد العدد الكلي للأجزاء عندنا أيضا أربعة وعدد الأجزاء الملونة عندنا واحد اثنان ثلاثة إذا ثلاثة أكبر من اثنان وبالتالي ثلاثة على أربعة أكبر من اثنان على أربعة التمرين الثالث إذا لدينا ألاحظ المثال ثم أختزل إذا لاحظوا معي هذا المثال مزيان هذا المثال العدد الكلي للأجزاء فيه هو كم واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هو اللي عندنا هنا في المقام ثم عدد الاجزاء الملونة عندنا كم من جزء واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة هو اللي عندنا في البسط اذا الاختزال شنو هو الاختزال هو كان قسمه البسط والمقام على نفس العدد على نفس العدد مثلا هنا البسط هو ستة والمقام هو ثمانية غنقسمهم بجوج على نفس العدد ستة نقسموها على اثنان وثمانية غنقسموها على اثنان ستة إلا قسمناها على اثنان كنحصلوا على ثلاثة وثمانية إلا قسمناها على اثنان نحصل على أربعة إذا كنلقاو عدد كسري آخر هو ثلاثة على أربعة إذا ثلاثة على أربعة هي اللي في هاد الشريط هاد العدد الكلي للأجزاء هو كم هو كما كنلاحظو أربعة هي اللي عندنا في المقام وفي البسط عندنا عدد الأجزاء الملونة واحد اثنان ثلاثة هي اللي عندنا في البسط إذا بنفس الطريقة غنختزلوا حتى هنايا هنايا عندنا العدد الكلي للأجزاء كم؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذا هي اللي عندنا هنايا في المقام وعدد الأجزاء الملونة هما جزئين اثنان إذا هنايا أنقسمو حتى هنايا على عدد اللي ممكن نقسموا عليه اثنان ونقسموا عليه حتى ستة مثلا اثنان ممكن نقسموها على اثنان وحتى ستة خصنا ضروري نقسموها حتى هي على اثنان اذا اثنان على اثنان الى قسمنا اثنان الى قسمناها على اثنان كنحصلوا على واحد ثم ستة الى قسمناها على اثنان كنحصلوا على ثلاثة اذا شنو كنلقاو كنلقاو هذا الشريط هذا الشريط يساوي ماذا يساوي واحد اثنان ثلاثة هي اللي عندنا هي عنا هنا في المقام وعدد الاجزاء الملونه عددها واحد هو اللي غنكتبوه في البسط اذا واحد على ثلاثة وهي اللي لقينا النت هنا ثم في هاد الحاله اذا في هاد الحاله غنطلقوا من هاد الشريط اللي عندنا في الاسفل عندنا كم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذا هاد العدد الكلي للأجزاء غنكتبوه في المقام ثم عدد الاجزاء الملونه واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه غنكتبوها في البسط اذا خمسه على عشره اذا باش نختزلوها خصنا نبحثو على شي عدد اللي غنقسمو عليه خمسه ونقسمو عليه عشره اذا هذا العدد غيكون هو خم... خمسه اذا غنديرو خمسه مقسومه على خمسه وعشره ايضا غنقسموها حتى هي على خمسه خمسه الا قسمناها على خمسه سنحصل على واحد وعشرة إلى قسمناها على خمسة غنحصلوا على اثنان إذا العدد الكسري للمختزل هو واحد على اثنان وهذا الشريط الأخضر فهو يمثل واحد على اثنان بحيث العدد الكلي للأجزاء هو هذا المقام اثنان هو واحد اثنان وعدد الأجزاء الملونة هو هذا اللي بالأخضر واحد جزء واحد إذا واحد على اثنان الآن التمرين الرابع جو كومباغ افيك لي بلوكو موا من ك اي ايغال دونك عندنا هنايا 2 على 10 مع 8 على 10 اذا عندنا نفس المقام 10 عشرة 10 عشرة غنقارنوا البسطين 8 اكبر من 2 اذا 8 على 10 اكبر من 2 على 10 ثم هنا 4 على 8 مع 5 على 8 عندنا 8 8 وهنا 5 اكبر من 4 إذا خمسة على ثمانية أكبر من أربعة على ثمانية ثم هنا ستة على سبعة مع أربعة على سبعة عندنا نفس المقام سبعة سبعة وهنا أربعة وهنا ستة إذا ستة أكبر من أربعة إذا ستة على سبعة أكبر من أربعة على سبعة ثم خمسة على تسعة غنقارنوها مع سبعة على تسعة عندنا نفس المقام وغنقارنو البسطين سبعة مع خمسة إذا سبعة أكبر من خمسة إذا سبعة على تسعة أكبر من خمسة على تسعة ثم هنا ثلاثة على أربعة مع اثنان على أربعة المقام أربعة أربعة ثلاثة أكبر من اثنان إذا ثلاثة على أربعة أكبر من اثنان على أربعة ثم تسعة على تسعة غنقارنها مع واحد إذا هاد تسعة على تسعة إذا اختزلناها تسعة غنقسموها على تسعة غتعطينا واحد وواحد غتساوي هذا الواحد إذا تسعة على تسعة فهي تساوي واحد ثم هنا خمسة على ستة غنقارنوها مع واحد إذا واحد هنا في هذه الحالة راه لنا ماذا يمثل ستة على ستة ستة على ستة تساوي واحد إذا ستة عندنا هنا ستة وهنا ستة وهنا عندنا ستة وهنا عندنا خمسة في البسط إذا ستة أكبر من خمسة وبالتالي ستة على ستة أو واحد أكبر من خمسة على ستة ثم هنا عندنا أحد عشر على اثنا عشر مع تسعة على اثنا عشر إذا اثنا عشر عشر في المقام هنا أحد عشر، هنا تسعة. إذن أحد وهنا تسعود إذا أحد عشر أكبر من تسعة أحد عشر على اثنا عشر أكبر من تسعة على اثنا عشر ليكزيرسيس نيميغو سيس جو رونج لي فراكسيون دون دونك رتبوا هذه الاعداد الكسريه دونك لورد croissant يعني ترتيب تزايدي من الاصغر الى الاكبر وقلنا على ان هذه هاد الاعداد هذه وكامله عندها نفس المقام هو 8 وهذه حتى هي هذا واحد كتمثل 8 على 8 تمثل وحده كامله 8 على 8 تساوي واحد اذا باش اذا اصغر عدد هو اللي غيكون عنده اصغر بسط واصغر بسط هنا شنو هو عندنا اثنان ثمانية أربعة واحد سبعة ثلاثة ستة غيكون هو واحد على ثمانية إذا هذا هو أصغر بسط إذا أصغر بسط هو أصغر عدد حيت عندهم نفس المقام إذا غيكون أصغر عدد هنا هو واحد على ثمانية إذا واحد على ثمانية فهي اصغر من اذا غنديرو العلامه ديال اصغر هكذا اصغر من 2 على 8 اصغر من 3 على 8 اصغر من 4 على 8 اصغر من 5 ما عندناش عندنا 6 على 8 اصغر من 7 على 8 أصغر من واحد اللي كيمثل ثمانية على ثمانية، إذا أصغر من واحد، وواحد راه أكبر من هاد الأعداد كاملين، لأنه كيمثل الكل، كيمثل الوحدة، كيمثل ثمانية على ثمانية، ثم هنا تمرين خمسة، إذا سبقنا خمسة على ستة على خمسة ماشي مشكل، إذا أرتب الأعداد الكسرية التالية من الأكبر إلى الأصغر، إذا هنا غنرتبوهم من الأكبر إلى الأصغر، إذا بمعنى تناقصيا اذا اكبر عدد هنايا عندنا لاحظوا عندنا هاد الاعداد كامله المقام ديالها هو 8 وهنا عندنا عندنا و... عفوا المقام ديالها هو 9 وهنا عندي واحد هذا واحد كتمثل هنايا 9 على 9 تمثل الوحده 9 على 9 تساوي 1 واكبر عدد من هاد الاعداد هو اللي الم... ال... هو اللي البسط ديالو كبير حيت عندهم نفس المقام واكبر بسط هنا يكون هو تسعة على تسعة اللي هي واحد اذا غنبداو بها هي الاولى ثم غنديروا العلامه ديال اكبر اكبر من ثمانية على تسعة اكبر من آه هنا أربعة واحد خمسة ثلاثة اثنان إذا خمسة هي اللي كبيرة فيهم إذا خمسة على تسعة أكبر من أربعة على تسعة اكبر من ثلاثه على تسعه اكبر من اثنان على تسعه واكبر من واحد على تسعه نمر للتمرين السابع اذن في التمرين السابع لدينا اقتسم ثلاثه اصدقاء كعكه فاخذ علي اثنان على سته الكعكه وأخذت فاطمة ثلاثة على ستة. وأخذ أحمد واحد على ستة. أمثل هذا التوزيع. إذا هاد الأصدقاء الثلاثة بهم ثلاثة الأصدقاء. واحد أخذ علي، أخذ اثنان على ستة. من الكعكة. وأخذت فاطمة ثلاثة على ستة. وأخذ أحمد واحد على ستة. إذا المطلوب ألف أمثل هذا التوزيع. إذا مثلا غانمثلوا ديال اللي علي. خدا اثنان على ستة عندنا هاد الشريط فيه كم من جزء واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة اذا خدا جزئين نمثلو هكدا جزئين من ستة اجزاء ثم فاطمة اذا فاطمة اخذت ثلاثة اجزاء من ستة اجزاء اذا غادي نمتلوها هكذا ثلاثة اجزاء سنلون ثلاثة اجزاء اللي خدات فاطمة ثم أخذ أحمد كم؟ أخذ أحمد واحد على ستة إذا واحد على ستة، إذا جزء واحد من ستة أجزاء هكذا إذا أحدد اسم الذي أخذ أكبر قطعة، إذا أكبر قطعة هي اللي فيها ثلاثة ديال الأجزاء وهي التي أخذتها فاطمة ثلاثة على ستة إذا الاسم الذي أخذ أكبر قطعة هو فاطمة ثم اسم الذي أخذ أصغر قطعة أصغر قطعة فيها جزء واحد هي واحد على ستة شكون أحمد إذا هكذا نأتي إلى ختام تمارين هذه الصفحة نلتقي في الفيديو المقبل لتتمه باقي تمارين هذا الدرس